هي شعب الدكور من سوريا. تاج كتاب نساء صغيرات للويزا مايكوت، الفصل الأول، رسالة من الأب. كان الله يقول أمي علمتني الأصول. شام أنت يوم تكبرين شو بتكوني إن شاء الله؟ في هذا الوقت وأنا في هذا العمر لا أستطيع التفكير ماذا سأكون في المستقبل. أنا أسعى وأطمح وأشتغل. يأتيك بصمة، أتيك أثر، أطمح أن أكون شخصية ناجحة نافعة، أصنع شيئا جديدا في حياتي.